نركز في كره القدم في شويه اللي فاضلين ونسالك عن تاجيل مباريات نصف النهائي والنهائي بتوع افريقيا بص هو من الاول كان يعني احنا كنا متوقعين حته التاجيل أوه. يعني ان انت هتاجل النهائي او هتقول النهائي مش هقدر العبه او ان انت مش هتقدر تلعب ماتش الزمالك والرجاء اه المغرب فوزي الاقشع اللي هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي هو قوي هناك هو خد البطوله اللي هو عايزها اللي هو الكونفدراليه اه الكون حتى بقى ان احنا هنلعب قبل نهائي هنلعب نهائي التاجيل مش التاجيل كل اللي احنا اللخبطه اللي احنا فيها ديت واللي بيحصل ده آه مش بعيد برده خلي بالك مش بعيد عن الطرف المصري الطرف المصري موجود فيه بقوه وعارف ومؤكد الكاف مش بعيد بمعنى انه عارف ولا مش بعيد عارف بأنه سبب التاخير؟ لا عارف يعني احنا الطرف المصري اللي هو موجود في الاتحاد الافريقي عارف تمام عارف ان ده يتم تاجيل وده تمام يعمل كذا والتاجيل على فكره عشان اجلها مثلا لنهايه نوفمبر لازم اه الفيفا يبقى موافق لازم الاهلي يبقى اه موافق لأن طرف النهائي والفيفا عشان محدش يخش على الثاني بمعنى احنا عندنا توقف هيفضل لغايه يوم 18 او 19 تقريبا نوفمبر عشان المنتخبات سواء المغربيه او التونسيه او المصريه فبالتالي اللعيبه هتبقى هناك فلازم احنا نبقى موافقين نص. على مبدأ التأجيل أوه. يعني فوزي لق... فكره ان فوزي لقشع بياخد القرار منفردا لا مش صح فكره وبعدين ده, ده لسه النهارده كان قايلين أيوة 1 نوفمبر و3 نوفمبر ورجعوا بعد كام ساعه قال لك ما النهارده اخر نوفمبر النهارده لان خلق الامن قرر ان عندك انتخابات فقال الاتحاد المصري الاتحاد المصري باع الجواب بالفعل وقالوا عايزين ناجل التشاورات دي قبل الاعلان قبل التصريح يعني, يعني من قبل ده التليفون <applause> المفروض يعني, <applause> يعني, يعني, من <تصفيق> <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني من قبل اصلا ما توافق على ان النائب عندك آه لكن آه هو ده الظروف اللي احنا اتحطينا فيها لكن حته ان احنا كمصريين لا ما نعرفش لا احنا عارفين وموافقين ومنسقين وعاملين كل التفاصيل اللي هي تخلينا عارفين ان احنا هنأجل ايه او مش هنأجل ايه والطرف المصري لو ما كانش موافق الكاف ما كانش هيقدر يأجل في توقعات لل... للنتيجه النهائيه لا النتيجة ان هي احنا عندنا طرف في النهائي خلاص احنا عندنا النادي الاهلي طرف في النهائي خلاص أوه. اه عند اي طرف بقى يقابلك اه يطلع الزمالك يطلع الرجاء اه مش مش احنا عندنا المهم عندنا طرف في النهائي وعندنا ماتش نهائي في مصر مم. النتيجة بقى ان الرجاء يطلع او أوه. الزمالك يطلع ديت متروكة لكرة القدم الم... طبعا الاخوة في المغرب عايزين الرجاء يطلع طبعا الرجاء طبعا اه 14 حالة كورونا بص يعني اه نقل اللايحة من عدد كورونا للقوة القاهرة هو ده بقى شغل فوزي لقشع اللي هو آه. إيه أنا مش هلتزم بحتة كورونا والعدد يبقى 14 والعدد يبقى آه. أنا نقلك للقوة القاهرة الجانب المصري كان آه. موافق على الح... على النقل موافق آه. على أنه قوة قاهرة نأجل الماتش الأولاني اللي هو آه. حصل التأجيل فيه لواحد نوفمبر وفوزي لقشع كان بص لا يمكن المغرب تقبل ان فرقها التلاته يتغلبوا في اسبوع واحد مم. يعني انت عندك الالي والوداد كانوا كان السبت أيوة. الالي والزمالك والرجاء كان الحد هناك أيوة. الفرقتين اتغلبوا آه آه. والمغرب متاكده ان الوداد لما يجي هيتغلب من الالي فلا يمكن هقبل ان الرجاء يجي يتغلب تاني يوم بالزبط. وبعد كده نهضه بركان ناضه بركان ديت بلد فوز الاقشع فبالتالي لا يمكن كان يبقى فعشان كده نقلوا الرجاء لواحد نوفمبر بعد ما ياخد البطوله بتاع الكونفدراليه ويطمن على الأهلاوي طيب. احنا موجودين وعارفين إحنا موجودين. طيب وجاهزين اه جم... مرتبين تفكيرنا وتدريبنا ما عندناش مشكله في اي وقت يتلعب الماتش طب اخر سؤال وربنا ينجينا من السيديهات